فانا مؤمن تماما وتاني دي وجهه نظر كريم سعيد الشخصيه ان حصل تدخل الهي في الدقائق الاخيره. وطبعا مش هتكلم على الحكم السلمي التونسي، هسيب محمد هو يعني خبير في الامور الحكام الافارقه وعارفهم واحد واحد ويحكي لكم كويس قوي عنهم بصراحه. هو الدواء محمد النهارده كان لا هو صادق السلمي من المعروف ان هو من الحكام اللي بيعرفوا يدير المباراه بشكل معين. سيء جدا بصراحه. في كره طرد يا محمد مش ممكن، ما اعرفش شفتها ولا لا. محمد احمد لاعب الهلال مش ممكن مش ممكن ضربه لا وسيب مزار تاني الاولى نفسها ده ضربه في وشه ضرب اللاعب في وشه قدامك. طب انت بتديله انذار ليه؟ ده هو حتى القانون بيقول لك ما تدوش، يعني ما ينفعش تديله انذار. هو طرد، لو ضرب بدون كره طرد. الكره الثانيه اللي هو دخل تدخل عنيف، هو مش هو عايز يساعد الهلال، واضحه جدا 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 لاي حد. هل نادي الهلال كان عشان برضو يعني احنا عارفين احنا عندنا كم مشاهدات لا باس به من اخواتنا في السودان، هل نادي الهلال كان طالب ده؟ اكيد لا، عشان برضو الدنيا واضحه. هل كان في اتفاقات؟ انا بقول لك لا. بس في بقى حاجه غريبه اتفضل ونفاجئ بها الناس. يلا بينا اضرب. لما الهلال والمريخ بيلعبوا صن داونز لازم يجي حكم تونسي. بجد؟ معقوله؟ اشمعنى؟ السنه اللي قبلها المريخ بيلعب صن داونز في استاد السلام، الحكم هيثم قراط التونسي. اوكي. السنه دي صادق السلمي لما الهلال بيلعب صن داونز، السنه اللي فاتت لما كان صن داونز لسه في بدايه المجموعات اشتكى من وجود تحكيم عربي في مبارياته مع الفرق السودانيه، وقال لما بلعب مع الاهلي بيجي لي حكام افارقه، جه ما بلاكت سيما، جه قبل كده بكاري جسامه، ما جيت دوباي. لما بلعب الانديه السودانيه ليه بيجي لي حكام توانسه؟ للعام الثاني على التلاوه بتتكرر ويجي صادق السلم، بس ما حدش اعترض. غريبه في كل الاحوال، في كل الاحوال الكره الافريقيه فيها تفاصيل تفاصيل كتير قوي، عايزه حد خبير بيها. اللي بيتفرج كده من بره ما ياخدش باله. وطبعا طبعا طبعا في الاخر يعني كل ده احنا هنرميه ورا ظهرنا لان احنا خدنا النتيجه اللي احنا عايزينها. بالظبط خلاص بالزبط. احنا خدنا النتيجه اللي احنا عايزينها، وانا في وجهه نظري ان احنا بقى عندنا مساحه ان شاء الله يا محمد ان احنا نحجز بطاقه. بس عشان ما يتقالش بعد كده اصل في الابن المدلل ومش عارف ايه مين اللي قال الابن المدلل؟ شويه اعلاميين للاسف يعني. طيب انتظروا خلال الفتره الجايه ان شاء الله على يلا كوره مفاجات مش هنتكلم عليها كتير، بس هنتكلم على بين كوتيشن الاتهامات من محبي نادي الهلال بان النادي الاهلي هو الفتى المدلل للكاف. خلال الايام الجايه هنستعرض لكم بالمستندات مفاجاه مدويه بالمستندات من هو الفتى المدلل للكاف اذا حطينا الهلال والاهلي في كفتين قدام بعض في ظل المعطيات اللي هنا والمعطيات اللي هنا. بالظبط ده انتوا هتلاقوا فرق شاسع بس مفاجاه مدويه. تمام.